هذا وأعلنت وزارة الصحة عن فحص 1200 شخص، وذلك عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة ضمن عملية الفحص اليومية لفيروس كورونا كوفيد-19 للعائدين من إيران في شهر فبراير، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها، والذين قاموا بالاتصال على الرقم 444 أو عن طريق التسجيل الإلكتروني لجدولة مواعيد الفحص لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس، حيث أظهرت نتائج العينات سلامة 600 شخص ممن تم فحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا كوفيد-19، فيما يتم العمل على إظهار باقي النتائج المخبرية للعينات التي تم جمعها حتى الآن. وأفادت الوزارة أن عملية الفحص اليومية عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص مستمرة في معاينة المواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الجاري، كما أكدت وزارة الصحة أنها تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعملية الفحص عن طريق الوحدات المتنقلة بتزويد المواطنين الذين تقوم بفحصهم ممن يتم التأكد من سلامتهم بضرورة التزامهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان صحتهم وسلامتهم. وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران أو من قاموا بزيارتها خلال شهر فبراير الماضي الاتصال فورا على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.